يعني بالفعل مباراة مهمة جدا، ولكن في النهاية هي مباراة تقبل الفوز والتعادل والهزيمة. طبعا اي مباراه انت داخلها يعني فيها الاحتمالات، كره القدم زي ما بقول لك مليئه بالاسرار والمفاجات. انا مش مع انا يعني برضو انا عايز اقول حاجه، لان برضو كنت سمعت وانا ماشي كده في الراديو من خلال اكتر من برنامج في العربيه ان 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 بيتقال ايه، النادي او الفريق اللي هيفوز بهذه المباراه هو اللي هيفوز بالدوري. انا لسه قايل نفس حقيقي. الكلام ده مظبوط اللي هو لا لسه مش حقيقي، لان انت بعد هذه المباراه للنادي الاهلي والنادي الزمالك انت في على الاقل يعني مش هقول لك 30 نقطه عندك، على الاقل بتتكلم مثلا في 25، من 25 ل 30 نقطه لسه في الملعب ولسه في شغل. فانا طبعا المباراه مهمه، مهمه لانها ديربي، مهمه لانها جايه بقى النقاط فيه بقى قريب جدا، جايه في احداث كتيره. لكن الدوري هيعلن او يعني يعلن البطل الفائز بتاعه لما فرق النقاط يعدي عدد المباريات، مظبوط، سواء لاي فريق بقى، سواء الاهلي هو المتقدم سواء الزمالك هو المتقدم ايا كان. فاحنا طبعا استعداداتنا هنبدا بكره بعد فتره راحه 3 ايام، خدنا يوم الاحد والاثنين والثلاث النهارده وهنبدا بكره ان شاء الله. يعني انتوا بقى لكم 3 ايام راحه يا كابتن يوسف؟ امال انت صوتك، انت صوتك تعبان، انا حاسس ان انت تعبان شويه ولا حاجه. لا مش تعبان ولا حاجه، انا موطي صوتي بس عشان احنا خدنا لعبنا السبت مع شبيبه الثوره وخدنا الحد والاثنين والثلاث، وان شاء الله بكره الاربع بقى نبدا نواصل او نبدا الاعداد ان شاء الله لمباراه الزمالك. وزي ما انت عارف طبعا القرعه بكره ان شاء الله. بكره ان شاء الله استعداداتنا هيتخلل طبعا الفتره دي اكيد مباراه وديه، انت عارف طبعا ان احنا عندنا مجموعه في المنتخب الاولمبي وعندنا مجموعه في المنتخب الاول، مظبوط، وعندنا علي معلول منضم لمنتخب تونس، ف العناصر دي كلها هتبقى في غايبه عن الاستعدادات او المرحله الاولى، بعد كده هينضموا لنا بقى فور انتهاء من المباريات ان شاء الله.